المنطقة الجبلية هذه راهي منطقة فلاحية وسياحية بامتياز. من البطلة من 30 55 سنة تفضلوا جيبوا الأفكار تاعكم في الفلاحة هذه تاع البطاطا ولا تاع الزيتون ولا الآخر تقربوا عندنا هنا الوكالة. تفضلوا أخويا تفضلوا جيبوا لنا الدريجة نجيبوا حنايا واش راح نشوفوا هنا. صادر يرفع التجميد فيما يخص القطاع هذا تاع النقل. حالة خاصة بالنسبة للمواطنين. من 3 جونفي انطلاقة إلى غاية 1 فبراير 2021، وراح تمس معظم مناطق الظل لولاية خنشلة. نود من خلال هذه القافلة كذلك إلى التعريف بالأجهزة وخاصة جهاز دعم إحداث النشاطات المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي يهتم أساسا بالفئة العمرية من 30 إلى 55 سنة، وأغلبية هذه الفئة نجدها ساكنة في هذه المناطق.